الشارع الأوروبي، نظمت مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر احتفالية في حدائق أنتونيادس بالإسكندرية. ضمت الاحتفالية أنشطة متنوعة فنية وثقافية واجتماعية بمشاركة سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية. ويهدف المهرجان إلى تعزيز التقارب والتواصل بين شعوب المتوسط. أن تجد نفسك وسط أناس من 27 دولة أوروبية حدث لا يتكرر كثيرا. فاليوم خلال مهرجان الشارع الأوروبي نتعرف على تقاليد الشعوب الأوروبية ونقترب من ثقافتها، فمن الأيس كريم الإيطالي إلى المنحوتات الفنية الرومانية مرورا بالزي البريطاني. ولكن لا تنسى قط بأنك ما زلت هنا بين خضرة حديقة أنتونيادس على شاطئ عروس البحر المتوسط الأسكندرية. علاقتنا قوية مع مصر، ولذلك نحتفل اليوم بالذكرى السنوية لإقامة الاتحاد الأوروبي في مهرجان الشارع الأوروبي بالأسكندرية وعرض ما يميز كل دولة لنشر الثقافة الأوروبية في الإطار المتوسطي. حدث مهم للغاية، وتستحق مدينة الأسكندرية التاريخية أن تكون عاصمة للسياحة العالمية، ومؤسسة أن ليندا تسعى لدعم الحوار الأوروبي المتوسطي. لأول مرة أحضر إلى مصر، وهذه المناسبة فرصة للتعرف على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى وخلق صداقات مع زملائنا المصريين. مهرجان يهدف لتنمية العلاقات المصرية الأوروبية من خلال حوارات هادئة تضع أسسا متوسطية لمشروعات التعاون المستقبلية. مع دول الاتحاد الأوروبي لنا علاقات متميزة منذ عام 2000، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الثقافي. أغلب الدول الأوروبية بدأت تتقدم مشروعات لإقامة مراكز طبية متخصصة. كل طبعا هينعكس على حالة اسكندرية وعلى الأحوال في مصر. وأنا بعتبر أن هذا المشروع بيعتبر من أكبر المشاريع الاستثمارية الموجودة عندنا في مصر. تجربة جديدة اشترك فيها الشارعان الأوروبي والسكندرية، شارعان ينتميان لثقافة متوسطية واحدة تدعم حوار الحضارات وتنطلق بنا نحو العالمية. من عروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، شريف رضوان، التلفزيون المصري. وصلنا الآن إلى أخبار المال والأعمال مع جورج رشاد.